السلام عليكم، معكم سفيان من قناة أنا وهاتفي. اليوم في درس جديد وهاتف جديد. عندنا ريدمي نفسي من شاومي، والهاتف كان نظرة أولى. سنقوم بفتح العلبة. الهاتف يأتي ب2 جيجا رام وسعة تخزين 32 جيجا. توكل على بركة الله. نفتح العلبة. تسمع هو الهاتف كما عندنا كيجي ريدمي نفسي، كيجي بكاميرا 13 ميجا بكسل وأمامية 5 ميجا بكسل، كيجي بستة فاصلة اللون الأزرق، كيجيب 6.5 HD+ باتري كما العادة 5000 ملي أمبير بحال ريدمي ناف أ، والمعالج G35. التعديلات اللي قامت بها شاومي على ريدمي ناف أ وريدمي ناف سي هي زادت لهم براند وزادت 2 كاميرات، واحدة ديال تقرب بزاف راه مشات لي سميتها، المهم ديال التصوير القريب كتصور لك يعني بحال هاد ريدمي انا كتصورها تنسات لي السميه ديالها. المهم نقوم بتشغيل الهاتف. والهاتف السكرين اللي كتخدم ليه حيت ما كيجيب لا سكرينه، هنشوفو شنو كيجي معاه. كيجي باش يديرو لنا بوشيطة ولا انكاسابل دايرين لنا كتاب. اش غنديرو كتاب عمرنا قريناه كاع. المهم السكرين اللي كتخدم الشاشة ديال الهاتف هي ديال انفينيكس هوت ويت، سكرينات انفينيكس هوت ويت كتخدم لهاد الهاتف. حيت انا كنخدم مع الهاتف نافقة وهما نفس السيريا نفس الشاشة. وديما الهاتف كما كناخدو جديد وخا الشارج اللي فيه هو بحال دابا فيه 55% ما نخدمش بيه، ما نخدمش ديك 55%، نحط الهاتف يتشارجا تيوصل 100% عاد نخدم بيه. تخطي هذه الخطوة مزيان
افضل اضافه في الهاتف بالنسبه لي انا هي دارو لومبرانت، ضروري لومبرانت في الهاتف. نستناو نشوفو كاميرات الصورة ديالهم. السماعات الفوق الصوت ديال الباف ديالو راه كيكون مزيان. السماعات الخارجية الصوت ديالهم راه ناضي باف. الموسيقى على بالي اي وزرب. الزربة صح، هنوقف الفيديو والمشعل من بعد ما نشغل الهاتف. هذه الواجهة ديالو، دي واجهة عادية. كاميرا، الكاميرا اللي قلت لكم قبيله زادوها هي كاميرا الماكرو، يعني التصوير القاري. نشرح لكم، كتكليكي على هاي ماكرو. انا خدمت الماكرو شو اصغر الاشياء كتصور. من هاد الخاصية كتعجبني في الهاتف بزاف، وعندي في الهاتف ديالي مزيان. رقم الهاتف اللي كاين فاش راه هادي الشي بقى نديرو لي هو انا كيف ايوا شلاك الله. شوف الواي هاي الواجهة ديالو بحال الواجهة اللي عندي في الهاتف. هاد الهاتف اللي كنصور بيه راه نوت ديس لايت، يعني نفس الواجهة. يلا شكرا، ما تنساوش الضغط على زر لايك، و الى عجبكم الفيديو ولا نقلبو بلاتي نديرو، حنا ما خاسرين والو. نديرو كونيكسيون، نجربو فيه الويفي واش غادي يجر. عندي ويفي شويه بعيد، واش الويفي كيخدم فيه مزيان. هاد الويفي قريب ليا، نشوفو هذا طالعين فيه 14. بلاتي ندير موس باس. كونيكت قالك انقر لمشاركة كلمة السر اللي قريب ليا هو يتكونيكت. غير يدير التليفون ديالو على الشاشة ويطلع عليه الكود. موافق. دخل الجوجل نديرو نيت ونشوفو الثمن ديالو شحال هو. دارو 1150 درهم. نديرو ريد مي نفسي نفسي بريكس ماروك. ندخلو هنايا هذا الموقع ديال درب غلة. هذا الهاتف، ولكن الهاتف بهاد اللون الليموني البرتقالي عجبني على الازرق. انا جا فيا الازرق ولكن خديته باش ندير لكم فيديو.
يعني اللي كان، وكاين كاين اللي غادي يخرج ب 3 جيجا رام و64 جيجا ستوكاج، هيخرج في الاخر ديال هاد الشهر على ما اعلنت الشركة ديال شاومي. كاميرا قدام 5 ميجا، هما المزايا ديالهم، بدري 5000، كيقول لك $100، حنا هذا 1350 درهم، هما كيقولوا لك 1000 درهم، و64 جيجا. هادي ماشي سلوكية، هادي دوبا يا رمان. يلا نضغطو، متنساوش تضغطو على زر لايك.